بداية بدنا نحكي عن اختبارات التفحصيل الموضوعية. كمعلم لما بدي أبلش أحط أسئلة للطلاب لازم إني أتبع فيها عدة أمور، تمام؟ هلأ من ضمن هاي الأمور اللي أنا راح أتبعها في عنا الهدف الأساسي اللي هو بناء اختبار تحصيلي من النوع الموضوعي، بدي يكون خالي من العيوب ووفق جدول المواصفات. إحنا كل المعلمين بيعرفوا انه في جدول اشي اسمه جدول مواصفات احنا بنشتغله، فبدنا هذا الاختبار يكون خالي من اي عيوب ومن اي مشاكل، وانه يكون وفق جدول الاختبار او جدول اللي بسموه جدول المواصفات. الاهداف التفصيلية بدنا نتعرف على بعض المفاهيم المتعلقة بالتقويم التربوي ونكتسب بعض المهارات الاساسية في كيف انه نحط احنا اسئلة التحصيل الموضوعية لحتى نقدر انه نكتسب مهارة في تصميم جداول لاختبار المواصفات، لانه احنا بنعمل جدول اختبار المواصفات بعدين بنحط الاسئلة، تمام. هلا النقطة اللي بعد اللي رح نحكي فيها الهدف الأساسي من العملية التربوية إنه إحنا بدنا نعمل إحداث تغيرات معرفية وجدانية وسلوكية مرغوب فيها لدى الطلبة. يعني الهدف منه إنه أنا بدي سلوكيات تحصيلية جيدة بالنسبة للطلبة، فما رح تكون الأسئلة كتير صعبة عليهم ولا رح تكون الأسئلة كتير سهلة، بتراعي الفروقات الفردية والمستويات المختلفة، إضافة إنها رح تكون من ضمن الأمور اللي هي بتكون مرغوب فيها. هلأ اللي بدي أحكي كمان عن اللي هو الدور الرئيسي اللي رح يقوم فيه التقويم، اللي هو تحديد ماهية التغيرات اللي بتكون بالسلوك. يعني شو رح يكون بسلوك الطالب التحصيلي، هل ارتفاع انخفاض الفرق بين الامتحان الأول والامتحان الثاني، طبعا إلى آخره. هلا رح نحكي عدة مسلمات او بديهيات لازم احنا نلتزم فيها لما انا بدي اشتغل على برنامج. هذا البرنامج اللي انا بدي اشتغل عليه اللي هو بدي اياه يكون، او الاسئله اللي راح اشتغل عليها بدي اياها تكون بدايه، جوده اي اختبار بتعتمد على جوده الاسئله اللي بتتكون منها، فبتتوفر هاي الجودة أو هاي الخبرة لدى معد هذه الاختبارات إنه إحنا بدنا نعيد اختبار، هذا الاختبار يكون واضح ويكون سهل، قادر على تنفيذه، قادر على إجراءه وأفسر هاي النتائج. ففعليا هو المعلم بيكون حليف استراتيجي للطالب في عملية التعلم، فنتائج الاختبار هي مش بس هي نتيجة لتحصيل الطالب إنما، أو هي نتيجة لنجاح الطالب إنما هي نتيجة لنجاح المعلم. فالهدف منه إنه إحنا نحسن أداء هذا الطالب، مش إنه إحنا نحكم عليه إنه هذا فاشل أو هذا ضعيف أو، ولكن أنا بدي أراعي الفروقات الفردية، بدي أراعي المستويات المتوفرة بكل الطلاب، بدي أشوف شو التغيرات والمسلمات أو البديهيات اللي بتتعلق بعملية وضع أي اختبار يكون موجود. رح نحكي عن السؤال الجيد. السؤال الجيد لازم يكون هادف، برتبط بقياس هدف ما، لازم يكون يركز على فكرة واحدة، لازم يكون مختصر، لازم يكون واضح، لازم يكون كمان بيستدعي إجابات بتميز بين مستويات الطلبة. فالسؤال الجيد عادة بتوفر فيه هذا الخصائص. رح نحكي عن جدول المواصفات. جدول المواصفات اللي أنا بدي أحطه هو عبارة عن مخطط للاختبار، بحط فيه الوزن النسبي وشو هو محتوى الاختبار. فمثلا لو انا كنت بدي بالكتاب عندي مثلا كتاب تاريخ او تربيه وطنيه الى اخره، او اي كتاب لاي ماده، في عندي مقسم ل فرضا فيه 100 صفحه، حاطه لي الوحده الاولى مثلا بتحكي عن ابو بكر 15، عمر 40، عثمان 15، علي 30، مجموعها كلها الصفحات 100، يعني هو الكتاب من 100 صفحه. عندي اذا اربع وحدات، هذول الاربع وحدات بدي اشوف شو كيف اعملهم جدول المواصفات، بدي اشوف كيف الوزن النسبي للاسئله وشو مجموع الاسئله اللي راح تنحط وقد كل وحده راح يكون عليها اسئله. فانا قسمتهم اعتبرتهم انه فرضا 100، يعني لو حكينا اللي هي 15، تمام، على المجموع كامل اللي 15% للوحدة الأولى، 40% للوحدة الثالثة، 15% للوحدة للوحدة الثالثة، والوحدة الرابعة أخذت عليها 30%، تمام. يعني كل وحدة أخذنا فيها بناء على
عدد الأسئلة أو عدد الصفحات. هلأ في طريقة تانية نعمل جدول المواصفات، إنه إحنا نحدد عدد الأسئلة نسبة لعدد المحاضرات أو عدد الحصص. فمثلا عدد الحصص اللي أنا اشتغلت فيها للوحد، فبحط رقم الوحدة أولى تانية ثالثة رابعة. الوحدة الأولى كانت عندي 20 حصة، الوحدة الثانية 15، الثالثة 15، الرابعة 10، فمجموعهم 60. بعدها رح أجي أقسم، أخذ الوحدة مثلا الأولى كانت مجموع حصصها 20، أخذ 20 مقسومة على 60 اللي هو المجموع كامل ضرب 100%، فبطلع عندي 33% نصيب الوحدة. طبعا هي أكيد بتكون دائما مجموع الحصص أكتر، فممكن تكون عدد الصفحات للدرس بكون أكبر، وبالتالي بتحتاج لحصص أكتر لحتى تشرح، أو محاضرات أكتر إذا كان طالب جامعي. فرح نيجي مثلا زي ما حكينا 20 على 60 ضرب 100، الثانية رح تكون 15 على 60 ضرب 100، 15 على 60 ضرب 100 للثالثة، والأخيرة 10 على 60 ضرب 100، فبطلع لنا كل واحدة نصيب الأسئلة منها لكل وحدة. خطوات بناء جدول المواصفات: بدي أحلل المحتوى لعناصر رئيسية أو وحدات زي ما حللنا، بدي أكتب، أبلش أكتب أسئلة الاختبار بحيث بتتناسب عدد الأسئلة مع الأهمية لكل وحدة أو حجم كل وحدة وعدد حصصها، عشان أقدر أميز وأقدر أعرف أنه أنا شو بدي أحط أسئلة وعلى إيش بدي أركز بالأسئلة. بحدد وزن كل وحدة دراسية، فالوحدة عدد الأسئلة والأوزان النسبية لهاي الأسئلة من خلال عدد الصفحات زي ما إحنا شفنا بالأول لما أبي بكر وكذا، ولما عملنا عدد الحصص فممكن أحدد وزن كل وحدة قديش رح تتاخد من الحصص أو قديش رح تاخد من الأسئلة. المصطلحات الأساسية في مجال التقويم التربوي، في عندي عدة مصطلحات لازم أكون أنا عارفها، من ضمنها الاختبار، من ضمنها القياس، من ضمنها التقييم والتقويم والتقويم التربوي. إن شاء الله بمحاضرات قادمة أو نحكي في مواضيع أخرى بنحكي عنهم بشكل مفصل أكتر، ولكن إحنا كان الهدف من هاي إنه نعرف إيش أهم الأشياء اللي بتنحط الاختبار، كيف ممكن أعمل جدول المواصفات، على إيش أركز، وهلأ رح نحكي شوية شغلات كمان أساسية. تمام؟ هلأ من ضمن عملية أنواع الاختبارات، في عندي اختبارات إما بتكون عملية وشفوية وإما قد تكون كتابية. العملية بنعرفها اللي هي خاصة للطلاب العملي أو نحكي للتدريب المهني فرضا. اختبارات شفوية بتتعلق مثلا اللي هي مرات التجويد أو القراءات أو القرآن أو اللغة العربية، في بعضها شفوي كالقصائد، حفظ القصائد وغيرها. كتابية اللي إحنا بنعملها بالاختبارات الكتابية العادية، إما بتكون كتابية من ناحية مقالية كيشرح أو يوضح، أو بتكون من ناحية موضوعية، وهلأ رح نحكي عنها بالتفصيل. هاي بالنسبة لأنواع الاختبارات. الاختبارات الموضوعية اللي حكينا رح نعرفها، هي كلمة موضوع في اللغة بتعني إنه شغلة موضوع الدراسة أو موضوع البحث. تسمية الاختبارات الموضوعية لهذا الاسم بترجع لتصحيح الإجابات، يعني أنا لما بحكي إنه موضوعية في تصحيح الإجابات وليس موضوعية في وضع الأسئلة. أنا بدي أصحح الإجابات، هاي الإجابات بدي إياها تكون، هلأ رح نحكي الشروط اللي لازم تكون تتوفر بالأسئلة لحتى يقدر الطالب يجاوب عنها. فمن ضمن الاختبارات الموضوعية في عندي أسئلة صواب وخطأ، صح وخطأ، أسئلة التكميل كمل الفراغ، اختر الجواب المناسب، ضع دائرة، مقابلة عبارة عن عمودين يكون قبال بعض بقابلهم ببعض، هلأ رح نحكي عنه، وأسئلة إعادة الترتيب، إعادة الترتيب ما يلي. رح نحكي عن اختبارات الصواب والخطأ. اختبارات الصواب والخطأ بحكينا انه طبعا امام العبارات بنحط اما صح او خطأ، اذا صح اذا العبارة صحيحة، وخطأ اذا العبارة خاطئة، وهي مثال عليها بهاي الطريقة. هلأ اختبارات الصواب والخطأ في عنا عدة شروط لازم احنا نراعيها، من ضمنها ان يكون عدد العبارات الصحيحة مساويا لعدد العبارات الخاطئة،
فرضا انا حطيت 5 صح، بدي احط 5 خطا. ترتيب الاسئله، عدم ترتيبها على مط معين، مش احط انه صح 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 مثلا خطا خطا، او صح خطا صح خطا. فلازم انه ما اراعي ترتيب معين، بتشتمل على كل عباره على فكره واحده بس، ما اخذ اكثر من فكره وانا بحط بالسؤال. بدها تدور العباره على فكره واحده، وبتكون مسلم بصحتها او مش مع على خطاها. يعني معروف انه هاي العباره مستحيل الا تكون خطا او مستحيل الا تكون صح، ما يكون اختلاف او لبس على الطالب. بدها تكون هناك عبارات بتعكس اتجاهات او معتقدات معينه، فيجب ان تنسب هي جميعها الى اصحابها. يعني في عبارات قول رسول او حديث قدسي او حديث او قول شاعر، فلازم انه تنسبيها لصاحبها. تكون صيغه العبارات دائما بالاثبات وتجنب النفي او نفي النفي، عاده بتكون صياغها بالاثبات. بدنا نتجنب العبارات البديهية أو العبارات اللي بتعتمد على الحس العام. كمان بدنا نبتعد عن الأسئلة اللي بتتضمن أفكار جدلية أو أفكار لها ما يؤيدها أو ما يعارضها. فلازم نبعد عن الأفكار اللي بيكون فيها اختلافات. طبعا اختبارات التكميل أنه أكمل من الأمثلة كالتالي، معنى الجاهلية في المفهوم الإسلامي هو كذا، فبدي أكمل. حكينا بتشتمل على فكرة واحدة، ما تكون احتمالية اللبس فيها. مقترحات لتحسين اختبارات التكوين، يجب صياغة السؤال بصورة محددة بحيث لا يحتمل سوى إجابة صحيحة واحدة، ما يكون أكثر من إجابة. يجب وضع الفراغات عند نهاية العبارة أو بالقرب منها. يعني لو لاحظنا هون بالسؤال، نرجع لكم، تمام، عند نهاية العبارة، فبتكون اللي هو الخطوط أو بالقرب من نهايتها. يجب أن لا تذكر الحروف الأولى من الكلمات المطلوبة ووضعها في الفراغ. يعني مثلا الكذا أحط له، أو بكذا، أو يعني أول حرف منها، الأحرف الأولى منها. يجب عدم وضع العدد من الفراغات، يجب عدم وضع عدد من الفراغات يتناسب مع عدد الكلمات التي تتألف منها. مثلا ولد المسيح في مدينة، فما أحط أنا الفراغات بناء على الكلمات اللي هي بتكون مقطع أو مقطعين. الأصل إنه الطالب هو يقدر يميزها. يجب الاكثار من العبارات التي تقيس مستويات العليا من التفكير. فبنحاول الاختبارات اللي هي راح تكون اختبارات الجواب المناسب، إنه اختر ضع دائرة فيما يلي. فعادةً بدها تكون عدة أمور، سؤال محطوط فيه عدة اختيارات، بدنا يكون من ضمن الخيارات إجابة صحيحة، إجابات خاطئة أو مضللة أو مشتتة، وكمان الدعامة أو المتن بسموها قريب تكون منها من الإجابة الصحيحة، تمام. فهذا الإشي لازم تكون موجودة في اختبار اللي هي الإجابات أو اختيار الإجابة المناسبة. فعنا عدة نقاط بتساعدني إني أحط خيار متعدد أو multiple choice، أو إنه عدد الإجابات ألف باء جيم دال. عادة أنا كنت أحط لطلابي ألف باء جيم دال، فيجب أن لا يقل عدد الإجابات عن 4، ويفضل أن تكون 5. تتصف البدائل بفعالية وجميعها تكون محتملة. أختلف ترتيب الإجابات الصحيحة بالنسبة للبدائل من بنت لآخر، ما أحط كله ألف الإجابة الصحيحة له، ولا أحط كله باء، ولا ألف باء ألف باء. فأقدر أنه أنا أقدر أغير بتسلسل الإجابات للطالب، لأنه كمان الهدف منها معرفة المستوى، مستويات الطلبة بالمستوى التفكير العالي أو المتوسط أو المتدني. أن لا يتضمن أحد الأسئلة إجابة عن سؤال سابق له، هو فعليا إحنا ملاحظة كتير بوضع أسئلة اختبارات المعلمين، إنه فرضا السؤال الأول عرف، بالسؤال مثلا رقم 11 بلاقي التعريف حط لي المصطلح، فهون أو هذا التعريف يدل على مفهوم وحط لي عدة اختيارات، هذا الإشي غلط. لا يتضمن أحد الأسئلة إجابة عن سؤال سابق أو تالي له. يجب جعل أكبر قدر من الكتابة تقع في أرومة السؤال أو دعامته. الكتابات يعني عادة أنا بحطها بالسؤال، يعني يكون السؤال واضح، يكون السؤال مش صعب كتير ولا سهل كتير، تكون الإجابات محتملة، تكون محددة، تمام. ممكن إني أحط 4-5 خيارات. كمان ببعد عن إشي اسمه كل ما ذكر، لا شيء ما ذكر أو مشابه من هاي العبارات.
ينبغي تجنب الإشارات النحوية، كأن يستخدم سؤال للمذكر وتكون الإجابة معطاة واحدة أو أكثر، لا يمكن أن تعود لهذا الضمير. يعني عادة أنا بحكي عن مذكر فأكيد رح يكون أسماء مذكرة، فمن نتجنب موضوع إنه صياغة النحوية. يجب أن يكون السؤال خاليا من الجمل المعترضة. كمان عندنا اختبارات المقابلة. اختبارات المقابلة من الأمثلة عليها، أو نحكي هي عبارة عن عمودين، هدول العمودين بدنا نختار البند المناسب لإله بالعمود الثاني. فمثلا عندي بالعمود اليسار وعندي بالعمود الأيمن. العمود الأيمن عبارة عن جمل، العمود الأيسر عبارة عن كلمات. حطينا طبعا بنحط إشارات متقطعة أو شرطة متقطعة أمام العمود الأيسر لحتى يكتب لي الرمز. يعني مثلا الترشيح بده يختار من فصل المواد العالقة عن المادة أو قتل الجراثيم الضارة أو تحويل الماء المالح إلى عذب، فرح يكتب هو، رح يكتب الرقم، ما رح يكتب العبارة كاملة. كطالب رح يكتب الرقم. فرضا الترشيح رح ياخد فرضا اللي هي الثالثة أو الأولى أو الثانية، فبحط الرقم. فهذا الإشي هو بيسموه باختبارات، اللي هو اختبارات المقابلة. في نقاط بنراعيها عند عمل اختبارات مقابلة. يجب أن تكون العبارات التي تحتويها قائمة الاستجابات العمود الأيسر أكثر من العبارات التي تحتويها في الأيمن. نلاحظ في العمود الأيسر كم عندنا خيار، 1 2 3 4 5، هي أكثر من العمود الأيمن اللي هي موجودة فيها عدد 3. تمام. نيجي للنقطة الثانية، يجب أن تكون جميع المقدمات والاستجابات متجانسة. نلاحظ أنه كل المقدمات والاستجابات كانت متجانسة، فإذا كانت العبارات في قائمة أطول منها في القائمة الأخرى، فمن المستحسن أن تكون العبارات الأطول في قائمة المقدمات والعبارات الأقصر في قائمة الاستجابات. الاستجابات اللي هم أصلهم باليسار، اللي هي نلاحظ أنه كلمة 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 بالعمود اليسار، جملة كاملة في العمود الأيمن. هاي كمان من الشروط المهمة لازم نتبعها في عملية المقابلة أو اختبارات المقابلة. يجب أن يكون السؤال للمطابقة الواحدة على صفحة واحدة لأكثر. مش أحط أول 5 خيارات بالصفحة الأولى وأكمل بالصفحة الثانية، هذا الإشي ما بصير. تمام. هلأ رح نحكي عن اختبارات إعادة الترتيب. اختبارات إعادة الترتيب مثال رتب الكلمات في جمل مفيدة أو رتب الأحداث التالية طبعا لأقدمية حدوثها. معطين عدة خيارات أو أنت بتعطي الطالب عدة خيارات لحتى يقدر يرتبهم. هلأ شو هي النقاط الأساسية بدي ركز عليها في عملية لما أجي أعمل اختبارات الترتيب؟ بدها تكون العناصر مرد ترتيبها من نوع متجانس، بدك تحدد التعليمات على أساس الترتيب واتجاهها. تمام. هدول هما النقطتين الأساسيات، بدنا إياها تكون متجانسة وبدنا إياها تكون بوضوحها وتحددها بناء على أساس الترتيب واتجاهها. مقدمة الاختبار. بداية أي اختبار لما بتجيش تعمل له مقدمة بدك تحط الاسم، اسمك، جامعة، كلية، مدرسة، قسم، مادة تدريسية، رقمها، مدرس، شو نوع الاختبار، أول، ثاني، ثالث، منتصف، نهاية، الفصل الدراسي، الأول، الثاني، العام الدراسي 2020-2021، 2019-2018، العام اللي هو فيه، تحط له اسم للطالب، وهي مهمة جدا. إذا كان طالب جامعي بدنا رقم الطالب الجامعي، وإذا كان طالب مدرسة بدنا الشعبة. وزن الاختبار ومدته، عادة إحنا بنحط مدة الاختبار ونأدي العلامة الاختبار. هذول الأشياء لازم إحنا نحطهم في الاختبار. طبعاً رح نحكي عن بناء الاختبار. بداية ببني جدول مواصفات، بعدين ببلش أكتب الأسئلة بناء مع الجدول مع تحاشي الأخطاء اللغوية والمطبعية والنحوية. رح أكتب نموذج للإجابة، هذا الإشي كتير مهم إنه أنا أحط نموذج إجابة. بكتب تعليمات الاختبار، بصحح الاختبار، بفسر النتائج وبحللها إحصائية. تبلش بالامتحان، بدي أفرق الطلبة مسافات فيما بينهم حتى أنه أقدر إذا كان عندي أكثر من نموذج أني أوزعه. لا يجوز أن ينشغل المراقب بغير المراقبة أثناء سير الامتحان، أكيد مش أنه رح يشرب أو رح يأكل أو رح يضله، إذا كانت ست بتكون لابسة كعب بطلها تتمشى فيه أو تنشغل بالتليفون
لازم تنبيه الطلبة لعدد الأوراق ووقت الامتحان، طبعا وتحذيرهم من الغش أو محاولة الشروع فيه، السماح للطلبة بالخروج من القاعة في حالات الاستثنائية أو الضرورية لمدة محينة مع أخذ الاحتياطات اللازمة. هيك بنكون احنا خلصنا او حكينا عن بعض البنود الاساسية لعملية بناء الاختبارات الموضوعية. طبعا احنا بنشكر الدكتور لوضع هاي المادة، وان شاء الله يكون الشرح واضح ومفيد، ويعطيكم الف عافية.